مرحبا بكم متابعينا. بعد أيام قليلة من إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين والتعيين على رأس وزارة الداخلية كمال اللفقي، يبدأ كمال اللفقي العمل على يد وساق حتى يقوم بالمساهمة في إنقاذ الوضع في البلاد. وزير الداخلية جديد يضرب بيد من حديد بعد أيام فقط من تعيينه على رأس وزارة الداخلية. وفي الأيام القليلة الفارطة فقط، وزارة الداخلية تقوم بإعلان حملة ضخمة على المحتكرين. والبارح فقط قامت شرطة البلدية ببن عروس بحجز أكثر من 150 طن من الخضر المعدة للاحتكار، ولقيمتها تتجاوز أكثر من 338 ألف دينار، اللي تم ضخها بسوق الجملة في بئر القصعة لإعادة توزيعها بالسعر الرمزي، بالإضافة إلى مداهمة العديد من مخازن الاحتكار اللي كانت فيها العديد من المواد الغذائية. لكن الشيء اللي كان مذهل في هذا الكل انه اعوان الفرقة المركزية للابحاث بوزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اتمكنوا عشية الجمعة 24 مارس 2023 من حجز حوالي 90 طن من الموز قيمتها حوالي نصف مليون دينار، وهذه كانت مخبأة داخل مخزن عشوائي بجهة نعسان من ولاية بن عروسة. ومنطلق الكشف عن الكمية الضخمة من الموز هذه كان اثر ضبط شاحنة محملة بالموز باحدى الطرقات اثر رصد مسلك تحركها من طرف اعوان الفرقة المركزية للابحاث بوزارة التجارة والداخلية. وبالتحري مع صاحب الشاحنة حول مصدر كمية الموز، استظهر بفاتورة تفيد بانها مقتنات من رواق بسوق الجملة وهو ما لا يتطابق مع حقيقة المصدر. وبتكثيف التحريات تم الكشف عن مكان خروج الشاحنة هذه وهو مخزن تبريد عشوائي بنعسان، وبمقتضى إذن قضائي تمت مداهمة المخزن هذا وحاجز أكثر من 4500 صندوق من الموز تزن حوالي 90 طن وتناهز قيمتها نصف مليون دينار. وتم تحرير جملة من المحاضر ورفع المحجوز وإعادة ضخه في المسالك القانونية للتوزيع باش يتم بعد هذا توزيعه على المساحات التجارية لإعادة بيعه بالسوم الرمزي 5 دينارات للكيلوغرام الواحد وفق التسعيرة اللي حددتها وزارة التجارة. المداهمات هذه والكميات اللي تم حجزها هي من أشد وأقوى عمليات المداهمات منذ بداية البلاد التونسية حربها على المحتكرين والاحتكار. وبإذن الله الدولة التونسية تقوم بالقضاء على هؤلاء المحتكرين أو بالأحرى كل من خان الوطن. في اخر الفيديو ان شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.